صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الفل عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كلنا عايشين حالة الحر الشديدة جدا اليومين دول، درجات الحرارة بتسجل مستويات قياسية في الارتفاع غير مسبوقة، رطوبة شديدة، أشعة شمس قوية ومؤثرة، موجة من الحر غير طبيعية. يا رب يكون في عون كل الناس، تحديدا اللي بيتطلب عملهم البقاء في الشارع لساعات طويلة أثناء النهار. لازم ناخد بالنا جميعا من الصحة العامة، وده يخلينا كمان نحافظ على صحتنا تجنبا لأي أضرار. مطلوب مننا نحافظ على رطوبة الجسم، نكثر من شرب المية والسوائل الطبيعية، نبعد طبعا تماما عن المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين كمان إنها بتعزز من الجفاف، ونبعد كمان من التوجه أو يبقى أمام أشعة الشمس بشكل مباشر. بص، دي حاجات بديهية وكلنا دايما بنقولها، لكن بنحتاج نفكر بيها نفسنا، لأن أول ما بيطلع لنا مشوار أو أول ما بيطلع لنا حاجة بنضطر، ما بيبقاش عندنا حلول بديلة غير إن احنا نتعرض للشمس المباشرة. لو ده بقى حصل واضطرينا نتعرض لأشعة الشمس، لازم ناخد بالنا جدا من شوية حاجات. أول حاجة، لازم نحاول فعلا نتجنب حتى لو نزلنا في الشمس إن احنا نتحرك في الشمس مباشرة على طول. لو قدرنا نستخدم غطاء للرأس أو أي نوع من أنواع التواقي أو الكاسكات أو أي مكان حاجة شبهها، ياريت نقدر نستخدمها. النظارات الشمسية لازم نحافظ على استخدامها كمان. نحاول نقلل من استهلاكنا للمشروبات اللي مليانة سكريات زي المشروبات الباردة ومشروبات الطاقة، الشاي، القهوة، كل الحاجات اللي فيها سكريات زيادة اللي بتدينا لحظات انتعاش وقتية كده، ولكن بتخلي الجسم يفقد قدر كبير جدا من المية. نحاول طبعا ان احنا نبتعد عن الأنشطة الشاقة زي الألعاب الخارجية والتمارين الرياضية في أوقات الصعب فيها نتعرض للشمس، اللي هي دايما بيتقال من الساعة مثلا 12 لغاية الساعة 3 أو 4، دي أكتر أوقات بتبقى أشعة الشمس المباشرة بتبقى فيها خطر جدا. عارفة منا أهم حاجة يعني فكرة شرب المية والسوائل كتير طبعاً. بعض الأطباء كده بيوصوا أنه لازم نشرب مية من 2 ل 3 لتر يوميا، ده يعني عدد كبير جدا من أكواب المية في اليوم الواحد، لكن ده مهم جدا. بنعوض طبعا الجفاف، بنعوض طبعا فقد الطاقة يوميا بسبب الحرارة الشديدة، فشرب المية صحي جدا، غير طبعا أنه هو بينظم الدورة الدموية، ولمرضى طبعا الأمراض المزمنة زي الضغط الدم المرتفع أو غيره، مهم جدا لحضراتكم جميعا ان احنا نشرب اكبر قدر من المياه والسوائل. في الفترة دي طبعا الجو بيكون فيها حر، زي ما قالت منا لازم نبعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولو تعرضنا لازم ناخد بالنا من بعض الاحتياطات الخاصة عشان ما بقاش فيه تأثير ضار لأشعة الشمس. طيب جوه البيوت نعمل ايه؟ طبعا البيوت لازم نحافظ على التهوية فيها، تهوية المكان بشكل كبير. مهم جدا كمان عدم الإفراط
في يعني فتح المراوح او التكييفات او تعرض الجسم بشكل مباشر للمراوح والتكييفات، ده بيسبب مشاكل صحيه كبيره جدا. والله الواحد ده انا ببقى فاضل ادخل جوه التكييف افتح الديب فريزر واخطف جواه يعني. يا بقى في حاجه احنا بنقول الكلام ده وبنحاول ناكد ونقول كده لاولادنا بس ما بنعرفش. في حاجه عجبتني جدا منه يقول لك يا بخت الحاجات اللي جوه الديب فريزر، يعني دلوقتي احنا بنحسد الحاجات اللي جوه الديب فريزر منها يعني بتاخد طبعا تهويه وبروده جميله، لكن فعلا جوه البيت لازم نعمل شويه حاجات. يعني قول لنا كده منه ممكن نعمل ايه غير ان احنا نحافظ على تهويه المكان. على فكرة تهوية المكان دي حاجة مهمة جدا. يعني دايما الناس بتبقى مفكرة ان وقت البرد اقفلوا الشبابيك، وقت الحر اقفلوا الشبابيك. بالعكس انت لما تفتح الشبابيك بتعمل معادلة للجو، والجو كمان ما يبقاش معبأ حتى لو الهواء سخن شوية، بس يبقى في تيار هواء، التيار الهواء على الاقل تكون هويته وبعدين تقفل. ولكن لازم يبقى في تهويه فعلا حقيقيه علشان تيار الهواء اللي بيدخل ده بيبقى بيجدد الهواء اللي موجود، لو لا قدر الله حد عيان ما يبقاش ينتقل العدوى لكل الناس الموجوده، لو الاوضه مقفوله او بنستخدم بس مراوح او تكييفات. كمان نحاول بقى ما ننساش لو قدرنا نعمل الحركه دي هتبقى حاجه ظريفه جدا مننا، كل واحد يشيل ازازتين ثلاثه اربعه ميه موجودين نشيلهم في الفريزر، واحنا نازلين الشغل بقى نوزعهم على الناس اللي موجوده في الشارع اللي شغلها بيخليها تتعرض لساعات كتيره او لتعرض مباشر للشمس. لو قدرنا نعمل كده يا سلام بقى، ربنا هيهون علينا كتير. ده الخير كله، ده الخير كله فعلا لو عملنا كده. وكمان ناخد بالنا من الناس اللي في الشوارع فعلا، يعني ساعة ربنا كده يعين كل واحد بيتطلب عمله، ظروف عمله انه يقف في الشارع، سواء مثلا في عمل ميداني بيشتغل في حاجة معينة فبيقعد ساعات طويلة، خصوصا الساعات اللي احنا بنتكلم من 10 ل 3 اللي فيها أشعة شمس مباشرة. يعني يا رب يكون في عونهم جميعا، ويكون كمان دايما لينا كده احساس بيهم. فكره لطيفه جدا، ليه ما تلكش كده ازازتين ميه او ثلاثه معايا واوزعهم على اي حد موجود، وعلى قدر الامكان طبعا نصيحه لكل من يتطلب عمله البقاء لساعات طويله في الشارع انه يحاول كل شويه يروح في حته فيها ظله، ما يوقفش بشكل مباشر تحت اشعه الشمس عشان ما يبقاش فيه اضرار مباشره. خلينا كده حنينين على بعض يا رب. نحاول في ساعات الذروة لو بنحتاج حاجة معينة ما نحاولش نطلبها من الصيدلية أو من المحل اللي جنبنا السوبر ماركت أو غيره أو أيا كان، نحاول نهون على بعض. مش إحنا قاعدين في البيت وبعيد عن حرارة الشمس، لكن بنطلب الحاجة توصلنا لغاية عندنا وإن شاء الله، وده ما فيهوش أي نوع من أنواع قطع الرزق خالص. بالعكس لو الناس بعد كده لما موجة الشمس العالية اللي في أثناء اليوم تنكسر كمان نجزي العطاء، وربنا ان شاء الله يساعدنا كلنا على ان احنا نعدي الموجه الحاره دي. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات، ونقول لها صباح الفل عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. دينا الجو حر. قولي يا دينا. ما هو للاسف احنا بقى لنا من الاسبوع اللي فات واحنا مستمعين معانا هي موجات طقس شديده الحراره متتاليه كمان، يعني هي ما فصلتش حتى يوم واثنين، لا يعني هي مكمله معانا، فان شاء الله يكون يعني من بكره كده تبدا تنكسر هذه الموجات باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في شبورة صباحية خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 48، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. الحكومة نفت تقليص مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت عدد من الأنشطة والفعاليات. كمان معنا بروتوكول تعاون ما بين البحوث الفنية للقوات المسلحة وأكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة، وأخبار تانية هنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الحكومة أكدت أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025
مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، مشددة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2024-2025 بنسبة 24.9% لتصل لنحو 496 مليار جنيه مقارنة ب 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025. مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، وارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024-2025 بنسبة 16.1% لتصل ل 10.1 مليار جنيه مقارنة ب 8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين تدريبيين عمليين لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظتين والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة، وتدريب العناصر التخصصية وفقاً لما لديها من إمكانيات وخبرات ومعدات وقوة بشرية. كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية والقومية العملاقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة، وقع اللواء محمد متولي مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية. يهدف البروتوكول لتعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتفعيل آليات العمل اللي بتحقق الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الموضوعات المشتركة بين الجانبين. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن إدارة الموسيقات العسكرية شاركت في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته 11 اللي استمرت فعاليتها على مدار عدة أيام بمسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية. خلال المهرجان قدمت الفرق الموسيقية العسكرية عدد من العروض الفنية والمقطوعات الموسيقية الإبداعية اللي بتعبر عن التراث الوطني والحضاري المصري، ونفذت العديد من التشكيلات الحركية والإيقاعية الراقية اللي ظهرت في لوحة فنية رسمت مدى التناغم والاحترافية في الأداء. امبارح وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجرية، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم زيارة استثنائية واحدة وقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك على أن يستكمل منحها بعد انتهاء الأجازة الرسمية للعيد وحتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنسبة 92% في محافظة أسوان، كمان إعادة تشغيل حمام موسى بطور سيناء بعد إغلاقه للصيانة. كمان معانا افتتاح 5 مساجد جديدة بمحافظة بني سويف والكشف على 1282 حالة بالمجان في قرى حياة كريمة، وده في غرب الإسكندرية. خلينا نتابع باقي التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار. محافظة أسوان أعلنت تكثيف الأعمال الجارية بالطرق للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم التجديد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وبيتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي اللي بيصل إجمالي أطوالها 50 كيلومتر وباعتمادات 131.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت ل 92%. الوحدة المحلية المركز ومدينة طور سيناء أعلنت بدء تشغيل حمام موسى واستقبال الزوار من داخل المدينة وخارجها بعد أن أغلق حمام موسى لعدة أيام لتنفيذ أعمال صيانة تطهير أحواض السباحة حفاظاً على سلامة المواطنين. مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف افتتحت 5 مساجد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمراكز بني سويف وبيبا وناصر،
وبتشمل الافتتاحات في بني سويف، افتتاح مسجد التقوى بقرية الفقاع مركز ببا، ومسجد الشيخ ياسين بمدينة ببا، ومسجد كامل متولي بقرية بهبشين بمركز ناصر، ومسجد علي ناصر بقرية إهوة بمركز بني سويف، ومسجد التوبة بحي الأزهري بمدينة بني سويف. مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية نظمت قافلة طبية بقرية بنجر 3 بالوحدة الصحية بمنطقة برج العرب بالإسكندرية اللي بتبعد 28 كيلومتر عن أقرب مستشفى ليها، مستشفى برج العرب المركزي. وده في إطار مبادرة حياة كريمة، ضمت القافلة 8 تخصصات: بطنة وأطفال وأسنان وجراحة وعظام وتنظيم أسرة ونساء وجلدية ورمد. تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1282 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر تم تحليق 25 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 520 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بالبر الغربي، وبتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، وبيتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن وفحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون. جداول الوصول لمطار الغردقة ومرسى علم الدوليين كشفت عن وصول 17,000 سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 86 رحلة طيران، وبتشهد محافظة البحر الأحمر ارتفاع كبير في نسب الإشغال السياحي تزامناً مع وصول أعداد كبيرة من السائحين، بالإضافة للآلاف من المصريين خلال أجازة الصيف. محافظة أسيوط شهدت تنفيذ أعمال إنشاء سوق نموذجي بمدينة ساحل سليم بتكلفة 1.5 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة اللي بيجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لاحتياجات المواطنين، وده لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أعلنت فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بدءاً من صباح غدا الأحد وتنتهي 30 يونيو الجاري ما عدا أيام الجمعة والسبت وأجازة عيد الأضحى، وبتبلغ رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيه. مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. بقالنا تقريبا 10 أيام في موجة حرة، لحد ما بقيناش عارفين نرد على الناس ونقولهم الموجة الحرة دي هتبدأ تنكسر إمتى. هل فعلا خلاص هنبدأ اليومين الجايين ولا مستمرة معانا؟ بالفعل يمكن احنا على مدار الاسبوع الماضي كله حسينا بموجه شديده الحراره، او اثرت علينا موجه شديده الحراره بشكل كبير بسبب الكتل الهوائيه الصحراويه شديده الحراره اللي كانت بتاثر علينا. يمكن كمان امبارح الجمعه وكمان الخميس كانت ذروه هذه الموجه، يعني اعلى قيم درجات حراره سجلناها بالامس في معظم المحافظات من بدايه الاسبوع الماضي. اليوم هتنخفض قيم درجات الحراره عن الامس بمعدل من درجتين لثلاث درجات، لكن الطقس هيظل معاها طقس شديد الحراره خلال فتره النهار في الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، وكمان بعض المناطق من جنوب سيناء. طقس حار على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن الاماكن الساحليه هي اقل حراره من المحافظات الداخلية، طبعا أجواءها بتكون أجواء ما بين المائلة للحرارة والحارة فترات النهار، خاصة كمان إن هيكون في نشاط لرياح ونسيم البحر يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في الأماكن الساحلية. فترة الليل طبعا مع غياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. أجواء فترة الليل هتكون أجواء ما بين المائلة للحرارة للمعتدلة في أغلب المحافظات، لأن كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعاته ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة. هحس بنشاط الرياح ده بشكل كبير بعد فترة الظهيرة، ده يساعد على تلطيف الأجواء، يساعد أن احنا نحس بقيم درجات حرارة أقل عشان نبدأ بشكل كبير نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. أنا عايز أقول لحضرتك إن فعلا يومين اللي فاتوا كان الكتل الهوائية دي ساخنة جدا لدرجة إن احنا كان ممكن نفتح شباك العربية أو شباك حتى في البيت تلاقي الهواء سخن جاي بشكل صعب جدا، يعني نقفله أحسن ما نهوي.
هو بالفعل ان الكتل الهوائيه الصحراويه اللي بتاثر علينا، يمكن بتاثر علينا لحد اليوم، الكتل دي شديده الحراره بشكل كبير. كمان هنلاحظ ان نسب الرطوبه في الكتل دي بدات تزيد غير الكتل الهوائيه اللي كانت بتاثر علينا في بدايات فصل الربيع. ده يساعد ان احنا نحس اكثر بارتفاع قيم درجات الحراره في الكتل دي. من بكره ان شاء الله الحد هو يعني ارتفاع انخفاض مؤقت في قيم درجات الحراره، بس هنبدا نتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه، هنبدا نتاثر كمان بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. ده هيعمل بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحراره، هيعمل على وجود سحب منخفضه ومتوسطه تحجب جزء من اشعه الشمس. فبكره الحد والاثنين هيكون في انخفاض اخر في قيم درجات الحراره، وده بمعدل من 4 لـ5 درجات في معظم المحافظات. ده كويس جدا يعني ناخد بريك شويه من الحر اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. بالفعل يمكن ده هيقل عن النهارده، هيقل عن الذروه اللي احنا شفناها بالامس، فهنحس بالاجواء المعتاده في الفتره دي من السنه، اللي هي نقدر نقولها ان اجواء الحاره فتره النهار، والانخفاض ده بنأكد في معظم المحافظات بالضبط، لان احنا عندنا المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب البلاد بتسجل قيم درجات حراره بتتجاوز 48 درجه مئويه، مع يوم الحد هتبدا تسجل قيم درجات حراره متوقعه ما بين 41 و42 درجه مئويه، فكافه المحافظات هيشملها الانخفاض الطفيف والمؤقت في قيم درجات الحراره. بقول مؤقت في قيم درجات الحراره لان الانخفاض ده هيستمر معانا الحد والاثنين، والعظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 درجه مئويه. هنرجع من يوم الثلاث بشكل تدريجي ترتفع قيم درجات الحراره، هتكون يوم الثلاث 35 درجه مئويه، ويستمر الارتفاع حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله، مطلع الاسبوع القادم، وتوصل العظمى مره اخرى للقاهره الكبرى ل 40 درجه مئويه. فبالتالي لازم ناخد بالنا بقدر الامكان، لان لسه في كمان موجه تأثر علينا نهايات هذا الأسبوع إن شاء الله. طيب أنا عارفة أنا يمكن بكون بس بقى الوقت شوية، لكن يعني الناس كتير هتسأل طب الجو في العيد هيكون إيه؟ هل الموجة الحارة اللي حضرتك تقولي في نهاية الأسبوع؟ ما إحنا مع بداية الأسبوع إن شاء الله، كل سنة وحضرتك طيبة، ده بداية العيد إن شاء الله، هيبقى الوقفة يوم السبت والحد أول أيام العيد. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. هو ده طبعا متوقع، الخرائط بتشير حتى الآن إن إحنا مع نهاية الأسبوع ده، بداية الأسبوع اللي جاي اللي هو هيكون أول يعني الوقفة وأول أيام العيد، هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار، لأن احنا متوقع العظمى مع نهاية الأسبوع ده توصل ل 39 و40 درجة مئوية. فبالتالي الفترة بتاعت الوقفة والعيد وارد جدا يكون فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن أيضا وارد يحصل تغير في قيم درجات الحرارة، وارد يحصل تغير في التوزيعات الضغطية فيتغير معاها قيم درجات الحرارة. لكن حتى الآن متوقع أن يكون في ارتفاع في قيم درجات حرارة، وقيم درجات حرارة تتجاوز 39 و40 عظمى للقاهرة الكبرى. وطبعا كل ما تقدمت للمحافظات الداخلية كانت قيم درجات الحرارة أعلى طبعا. كمان نسب الرطوبة احنا بدأنا نلاحظ أن هي بدأت تزيد في الجو. نسب الرطوبة عامل مهم جدا في إحساسنا بقيم درجات الحرارة. هي طبعا لسه ما ارتفعتش بالشكل الكبير زي رطوبة فصل الصيف، لكن زيادتها في الجو حتى لو هي أقل من فصل الصيف ده يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من اللي احنا بنقولها. يعني احنا لو عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 39 درجة مئوية، أنا هحسها ولو تكون 40 أو 41 نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو. طبعا تعرض الأشعة الشمس فترات النهار ده يزود أكثر كمان إحساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة. فعشان كده احنا بنقول مهم جدا في موجة ارتفاع قيم درجات الحرارة، أو حتى لو الأجواء معتادة لازم ناخد بعض احتياطاتنا عشان ارتفاع قيم درجات الحرارة ما يأثرش علينا، وأهمها إن احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة من 12 الظهر لحد الساعة 4-5 العصر. على مدار الفترة دي احنا بنسجل أعلى قيمة درجة حرارة على مدار اليوم، هي ممكن بتكون ساعة أو اتنين لكن شدة الأشعة الشمس بتبقى عالية بشكل كبير. فلازم او لازم نتاكد بس ان احنا نتجنب اشعه الشمس. لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع في الفتره دي لازم يكون معايا اي شيء يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر. طيب. كمان مهم ان انا ما امشي تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي ما بين الاماكن الظل واماكن اللي بيكون فيها شمس او فيها ارتفاع في الحراره. مهم كمان التناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، واهمهم طبعا الميه. الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الاستفاضه فتحت اللون، وعدم طرق اي مواد قابله للاشتعال في السيارات لو انا هركن السياره تحت اشعه الشمس في الشارع. ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان لان احنا خلاص داخلين كمان على فصل الصيف. طيب انا بس خليني اسال حضرتك عن السواحل الشماليه، وخصوصا حضرتك تقولي نسب الرطوبه مرتفعه، هل احساسنا بالرطوبه هتكون في السواحل الشماليه مرتفعه الفتره اللي جايه ولا لسه مش بالقدر يعني زي فصل الصيف؟
هو طبعا السواحل الشمالية أو خاصة المطلة على البحر المتوسط يمكن هي بتكون أقل قيم درجات حرارة في الجمهورية كلها. كمان بيكون في نشاط للرياح بيساعد إن احنا نحس معاها بقيم درجات حرارة أقل. هي بطبيعة الحال بتكون أعلى في نسب الرطوبة من المناطق الداخلية بسبب قربها من البحر المتوسط. فتدريجيا الأماكن الساحلية نسب الرطوبة فيها هتبدأ تزيد زي باقي المحافظات الداخلية، وهتكون هي الأعلى طبعا من ضمن المحافظات الساحلية. بتبقى نسب الرطوبة فيها عالية بتتجاوز 85% خلال فترات الليل، بتتجاوز 35% خلال فترات النهار، ودي أرقام هيخلوهم يحسوا بقيم درجات حرارة أعلى. لكن دايما احنا متعودين على حاجة اسمها نسيم البر والبحر في الأماكن الساحلية، وجود نشاط رياح ده يساعد ان احنا قيم درجات الحرارة ما نحسش بيها قوي، خاصة ان الفترة اللي جاية الأماكن الساحلية قيم درجات الحرارة في بعض المناطق هتنخفض لأقل من 30، خاصة في العلمين ومطروح الأماكن الموجودة أكثر في الغرب. فهنقدر ان احنا نستمتع في الأجواء في الأماكن الساحلية، لكن برضو تحت الشروط اللي احنا دايما بنقولها او النصائح اللي احنا دايما بنقولها، بلاش التعرض لأشعة الشمس حتى لو الأماكن درجة حرارتها مناسبة، نخلي بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 39، الصغرى 25، العاصمة الإدارية 39، 24، إسكندرية 32، 21، العلمين الجديدة 31، 21، مطروح 30، 20، دمياط 32، 25، بورسعيد 32، 25، الإسماعيلية 40، 24، السويس 39، 25، العريش 35، 21، كاترين 35، 16، طابة 38، 24، حلايب 36، 28، شلاتين 38، 27، شرم الشيخ 41، 30، الغردقة 41، 29، الفيوم 41، 23، بني سويف 42، 24، الوادي الجديد 46، 29، أسيوط 43، 25، سوهاج 44، 28، قنا 47، 30، الأقصر 46، 30، أسوان 48، 32. وطبعا حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة. هناخد بريك اليومين الجايين من بكرة وبعده، في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 4 لـ5 درجات، ده تقريبا يعني هنوصل ل 35 درجة بعد ما كنا امبارح 45، فطبعا ده يعني حاجة كويسة جدا. بس نخلي بالنا برضو ان من يوم الثلاث هتبدأ ترتفع مرة تانية درجات الحرارة، وناخد بنصايح يمكن الدكتورة منار غانم قالت عليها وكمان باقي زمايلنا. هرجع مرة تانية لمنة وعبده علشان نكمل معاكم. أنا مفيش كلام بيني وبينك لغاية ما درجات الحرارة تبقى تحت 20. تحت 20 ده مش الشتاء بقى. مفيش كلام بيني وبينك. استنيني شهر 12 اللي جاي. شكرا ليك يا دي. شكرا ليكم. خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتطلق وزارة الثقافة في إطار جهودها المستمرة لدعم الفنون وتنمية المواهب المسرحية في الأقاليم والجامعات الدورة 46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والدورة 6 من مواسم نجوم المسرح الجامعي في حدث متزامن وليلة استثنائية لدعم الحركة المسرحية المصرية، وده في تمام 7 مساء بمسرح السامر بالعجوزة، وبيستمر حتى 29 يونيو. النهاردة هتسير مصر للطيران 25 رحلة جوية بواقع 12 رحلة القاهرة جدة و12 رحلة القاهرة المدينة المنورة ورحلة القاهرة الطائف، وده لنقل حجاج بعثة وزارة السياحة والتضامن والداخلية وتضامن المؤسسة والجيزة والمنيا والبحر الأحمر والدقهلية والقاهرة والشرقية وقرعة أسر أفراد العاملين والغربية والترانزيت وحج أفراد. النهاردة هيكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم رفعت عيني للسماء الفائز بالجائزة الأولى بمسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان. انطلقت منافسات بطولة إفريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية اللي بتستضيفها مصر وبتنظمها بمشاركة 13 دولة وبحضور من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تليفون الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير،
صباح الخير منا، صباح الخير محمد، صباح النور يا فندم، متألقين دائما ان شاء الله. شكرا ليك دكتور، يعني احنا مبسوطين جدا من ان احنا بننظم بطوله بالحجم ده بالتواجد الكبير اللي موجود ده. لو حضرتك تحكي لنا عن تفاصيل المنافسات اللي موجوده في البطوله، الاعمار اللي بتشارك، والبطوله كانت مقامه في اعتقد في اتحاد الشرطه في صاله مغطاه. بالظبط يا بنتي، البطوله مقامه في الصالة الكبرى لاتحاد الشرطة الرياضي، الصالة ما شاء الله عليها عبقرية وجميلة، والبطولة بتقام على مدار 3 أيام. اليوم الأول اللي هو كان يوم 6، ده كان اليوم الخاص بالموازين والمقاييس والتسجيلات بالنسبة للاعبين. اليوم الثاني اللي هو امبارح كان المنافسات في اللعبة، عندنا اسمها الكلاسيك وعندنا لعبة تانية اسمها الكلاسيك فيزيك، دول في مراحل الناشئين تحت 23 سنة، وعندنا بعد كده مراحل الرجال، وعندنا بعد كده مراحل الأساتذة. الأساتذة دي بتبدأ من فوق 40 سنة ثم 45 ثم 50 ثم 60. عندنا امبارح لاعبين كتير قوي ما شاء الله فوق 70 سنة من القارة كلها شاركوا في بطولة الأساتذة، وإحنا بنحترم جدا بطولة الأساتذة وأبطالها عشان نقول إن الرياضة ملهاش ليميت أوف تايم، يعني أي واحد في أي سن يقدر يمارس. النهاردة نفس الكلام هيكون، لكن مش في الكلاسيك ولا الكلاسيك فيزيك، النهاردة هيبقى في البادي بيلدينج نفسها، وتنتهي البطولة النهاردة مساء. البطولة أول يوم اللي هو يوم 6 حضرها دكتور رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، وده راجل قيمة كبيرة لأنه بيرأس اتحاد دولي في 204 دولة، يعني أكبر من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة بالتالي 196 دولة، الاتحاد الدولي اللي كمل الأجسام في 204 دولة. أول امبارح برضو عملنا الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، عملناها في نادي يخت الشرطة، وحضرها ال 13 دولة المشاركين في البطولة. جميل. وكانوا كلهم موجودين على أرض الواقع، كانت حاجة مبهرة، يعني مشاركة قوية دكتور عادل من كافة الدول في القارة الإفريقية. حابب أسأل حضرتك، يعني الفترة الأخيرة مصر يعني بقى اسمها كده زي الذهب في عالم رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية، إنجازات كتيرة بنحققها، أبطال يعني كبار بجد رفعوا اسم مصر وشرفونا في محافل رياضية كتير. حابين نتكلم أكتر على المساهمة المصرية والمشاركة المصرية وكمان الإعداد لهؤلاء الأبطال، لأن أنا عارف أن الإعداد ما هوش سهل وبيتطلب فترة طويلة من الزمن وتدريبات شاقة كمان. الحقيقة كلام حضرتك مظبوط، آخر 30 سنة بطولات العالم بتقام مرة كل سنة، آخر 30 سنة مصر طلعت الأولى على العالم. صحيح. 13 مرة. صحيح. منهم 9 كونسيكتيف ورا بعض، تاني العالم 8 مرات، ثالث العالم 3 مرات. الحقيقة في عناية كبيرة جدا من الدولة لكمال الأجسام. من امبارح شرفنا معالي الوزير أشرف صبحي وقعد مع اللعيبة فترة زمنية طويلة تصل لحوالي 3 ساعات، ووزع الجوائز بنفسه ونزل اختلط باللاعبين من كل القارة وسلم عليهم جميعا. فمصر دولة رائدة في الرياضة، كمال الأجسام احنا أبطال العالم. وزارة الرياضة والشباب لا تألو جهدا انها تقدم الدعم، ولعل أبرز ما يؤكد هذا تفضل سيادة الوزير بوجوده معنا لمدة طويلة امبارح. مفيش عمل بيبقى منظم ومخطط له بشكل سليم ومدعم ماديا إلا وبينجح كمال الأجسام، منظومة مصرية عالمية مشرفة. مش الاتحاد بس المسؤول عن النجاح، لا كمان الوزارة، لا كمان السادة المحافظين اللي بنتك فيهم. الحقيقة كمال الأجسام مشرفانا جدا. أكيد إحنا يمكن لعبنا بمختلف الأعمار، كان من أول الناشئين تحت 23 سنة وصولاً للبطولات لفوق 40 وفوق 50 وفوق 60 كمان. أعتقد إن إحنا شاركنا بفئة عمرية متنوعة جداً دكتور.
طبعا المصريين كان لهم السبق لان البطوله معموله على ارض مصر، واحنا سمحنا لكل الابناء اللي عاوزين يشاركوا في البطوله ان هم يشاركوا، فالاغلبيه الكبيره من اللاعبين موجودين من مصر، والتميز موجود كمان. احنا اعلنا عن البطوله ما عملناش اختيارات، يعني كل واحد مصري في اي حته على ارض مصر من اي كفر من اي نجع من اي محافظه كان عاوز يشترك اشترك. ودايما البطولات اللي زي ديت هي اللي بتثمر عن التميز الجديد، لان التميز ما بيفضلش عايش العمر كله، لازم يتكرر والدماء تتكرر. ده اللي كان موجود، وزي ما قلت لحضرتك امبارح انا شفت مع معالي الوزير لما نزل يسلم عليهم، انا شفت اكتر من 7 لاعبين سنهم فوق 70، طبعا ليهم كل الاحترام والتقدير، واللعبه مفتوحه لكل الاعمار. احنا بنعمل كمال الاجسام للبطوله، وبنعمل كمال الاجسام للصحه العامه، وبدانا نتطور في العاب اخرى يرتبط فيها الطول مع الوزن، وده يعني عامل نشاط. لو شايف المجموعه اللي قدامي كده في الصوره، الجمعيه طابور العرض حاجه مشرفه وجميله وبجد تحيا مصر. أكيد يمكن ده واحد من المميزات الكبيرة اللي دايما بتجنيها الدول المضيفة للبطولات الكبيرة، سواء البطولات الأفريقية أو البطولات العالمية، أن ده بيفرق في الرانكينج أو في التصنيف للاعبين، لأنها بتسمح بالمشاركة لكتير من لاعبين المحليين اللي ما بيكونش ليهم فرصة سفر قبل كده، وده اللي بتسعى له يمكن مصر في الفترة الأخيرة من ترتيب وتنسيق للمباريات على أرضها. كل شكر ليك الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام. نروح لموضوع تاني معانا يا منى، يعني فصل الصيف من الفصول اللي دايما بتأثر بشكل كبير جدا على البشرة وعلى الجلد، مشاكل بيكون مصدرها الأساسي هو التعرض المباشر لأشعة الشمس. ده هيخلينا النهاردة نسأل السؤال ده، إيه هي الأمراض الأكثر شيوعا وحدوثا في فصل الصيف فيما يخص البشرة والجلد؟ يا ترى لما نتعرض للشمس بشكل مباشر ومستمر ده ممكن ينتج بسببه مشاكل صحية خطيرة على الجلد؟ ايه العلامات اللي ظهرت ولازم لو نشوفها على جلدنا لازم نروح سريعا لدكتور امراض جلدية، خصوصا في فصل الصيف؟ احنا قعدنا سنين نقول التعرض لأشعة الشمس كويس جدا لفيتامين دي، ليه دلوقتي بنقول ما نتعرضش؟ خلينا كل الاجابات دي نعرف اجابتها من الدكتور كرم علام، استاذ الجلدية بجامعة سوهاج. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الدكتور احنا في الصيف لما بنيجي دايما بنبقى قلقانين على جلدنا، ودايما الشمس يعني مش بتبقى افضل حاجه في التعامل مع الجلد، امتى نخاف؟ والله احنا الشمس المفروض نخاف طبعا بالنسبه للجلد، لو هنتكلم على النقطه بتاعه الجلد المفروض الشمس نخاف منها في الصيف وفي الشتاء، وعلى عكس المتوقع طبعا الحقيقه ان احنا نخاف منها في الشتاء اكتر من الصيف، لان لازالت الاشعه المضاره اللي موجوده في تركيبه اشعه الشمس موجوده في الصيف والشتاء، لكن حراره الشمس في الصيف بتخلينا ننتبه اكثر ونخاف من الشمس، لكن لازال التاثير الضار للاشعه تحت البنفسجيه فوق البنفسجيه موجود حتى في الشتاء يعني. فهو الشمس طبعا لها تاثير ضار، لكن شده الحراره في الشتاء في الصيف بتخلي الحروق بتاعه الشمس دي اكتر بتنتشر بشكل اكبر. طب ايه العلامات يا دكتور؟ انصراف الناس للمصايف برضو بيزود صحيح المعدلات بتاعه الحروق. اتفضل يا استاذ. سؤال لحضرتك بس، لو ايه هي العلامات او المؤشرات كده اللي تخليني ابتدي اقلق واحس انه في حاجه حصلت في الجلد او البشره، تغير لازم يستدعي الذهاب للطبيب؟ الحاجه الحاده طبعا التقشير اللي بيبتدي يحصل في الجلد، الحاجات بتاعه الحروق، الاحمرار الشديد، الهرش الشديد، الالم الشديد، وظهور تقشير او بقع او فقاقيع في الجلد، ده طبعا من الحاجات بتاعه الحروق واللي بتتشاف كتير كمان في المصيف، خصوصا في المناطق المعرضه للشمس من المايوه زي الكتاف والرقبه والوش والودان. في الحاجات الضاره برضو اللي بتحصل بس بشكل تراكمي، اللي هي تلف الجلد والشيخوخه المبكره وسرطانات الجلد، فالحاجات دي كلها ممكن ما نشوفش التاثير بتاعها لحظي، لكن بنبتدي نشوفها مع تراكم التعرض للشمس في الوقت. فعشان كده منظمه الصحه العالميه حتى بتوصي بشكل كبير جدا بالالتزام الظل في فترات الحراره الشديده والشمس الشديد،
والانتظام على حاجه من الصن بلوكس او الكريمات التعرض للشمس، لان ده بيقلل معدلات سرطانات الجلد بشكل كبير بحوالي 90%. 9 من كل 10 كان ممكن يحصل لهم سرطان جلد مع تعرض للشمس، بيحموا نفسهم لو بيستخدموا الصن سكرين او الصن بلوك. طيب بعض الناس بتبقى شايفه ان استخدام الصن بلوك او الصن سكرين ده شيء قد يكون رفاهيه، امتى بيبقى لازم ضروري وامتى ممكن يبقى لو هو مش متاح ومش في الامكان الناس تستخدم ايه مكانه؟ الحقيقه ان الظل يعني او الشد او الابتعاد عن التاثير المباشر للشمس خصوصا في الفتره اللي هي من الساعه 10 لحد الساعه 4 ده موصى بيه تماما، لان هو شيء حيوي، طالما الانسان يقدر يا اما يبعد عن الشمس يا اما يمشي بحاجه زي مظله او اي حاجه تقي من اشعه من التاثير المباشر لاشعه الشمس. استخدام الصن سكرين او صن بلوك ده مش حاجه رفاهيه على الاطلاق، ده حاجه وظيفيه وبتحمي فعليا مش بس حتى من شيخوخه البشره لكن من تلف البشره ومن سرطانات الجلد، فده حاجه مهمه جدا ان احنا نستخدمها وبطريقه صحيه ونبقى فاهمين كل صن سكرين المده بتاعته المفروض قد ايه، كل ساعتين ولا كل ساعه ونص، لو بننزل الميه المفروض يتغير كل قد ايه، الطبقه اللي المفروض تتحط على الجلد قد ايه، فالحاجات دي مهمه جدا. وليست من الرفاهيه. طب دكتور كرم، في بعض الاشخاص بيصابوا بجفاف الجلد، يعني في التهاب يعرف بالتهاب الجريبات، ايه حدوث هذا الالتهاب، ازاي اتعامل معاه وخطوره جفاف الجلد؟ جفاف الجلد طبعا الالم من الحاجات اللي بتسبب الالم، من الحاجات اللي بتسبب حاجات بنسميها بوست انفلاماتوري سيمتومز زي التصبغات وزي الزياده في سمك الجلد، الاحساس بالهرش بشكل مستمر. الناس المفروض برضه زي ما حضرتك اشرت في وخصوصا اللي بيعانوا من جفاف الجلد في المناطق المعرضه للشمس استخدام المرطبات بشكل دائم، وبرضه من الحاجات الموصى بها في الصيف استخدام المرطبات او ترطيب الجلد بشكل مستمر نظرا لفقد الميه من طبقات الجلد اللي بتحمينا بشكل كبير اثناء فترات التعرض للشمس. الدكتور كرم علام الاستاذ بجامعه سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي هتسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز 8 صباحا بتوقيت القاهره مع زميلتنا دينا شرف. ليك دينا. شكرا لك محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شددت مصر على مواصلتها العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وأكدت مصر أنها لن تتوقف عن إدانة الممارسات المشينة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها القصف المتعمد لمدرسة تابعة للأونروا بمخيم نصيرات وتنظيم ما يعرف بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع الحالي، وأوضحت الوزارة أنه في زيارته 8 للمنطقة منذ العدوان على غزة. وسيجري بلينكين مباحثات مع كبار الدبلوماسيين في مصر وقطر والأردن وإسرائيل. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي. كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أنه من المتوقع أن يعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في خطاب يلقيه اليوم انسحاب حزبه من حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد 7 من أكتوبر. وكان جانتس أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل من الحكومة إلى جانب حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه إذا لم يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لإعادة المحتجزين وتقديم استراتيجية لليوم التالي في غزة بحلول 8 من يونيو. وبحسب موقع أكسيوس لن تؤدي
خطوة جانتس إلى إسقاط إتلاف نتنياهو الذي لا يزال يتمتع بأغلبية 64 عضوا في الكنيست، لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة ومع استمرار مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار. استشهد 5 فلسطينيين في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق غزة، مما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين وإلحاق دمار كبير بالمنزل والمنازل المجاورة. وأضافت أن شهيدا ارتقى بقصف لطيران الاحتلال على منازل شمال رفح الفلسطينية، هذا وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة عقب إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليهم. وأعلنت مصادر طبية أن هناك عشرات من الجثث الشهداء ملقاة في شوارع مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى مصابين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم جراء استمرار القصف. ينظم اليوم ناشطون أمريكيون مؤيدون لفلسطين احتجاجات أمام البيت الأبيض تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل. وأعلنت جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشطاء مثل حركة كود بنك النسائية ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أنه من المقرر تنظيم مظاهرات اليوم بمناسبة مرور 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية مع انتشار الجوع والدمار في القطاع. كانت الولايات المتحدة شهدت شهورا من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تراوحت بين مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية بالقرب من بيت الأبيض إلى إغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة ومخيمات في العديد من الجامعات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت على مدى 24 ساعة المنصرمة 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت زورق استطلاع لقوات الحوثي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم تبلغ أي سفن أمريكية أو تجارية أو تابعة عن وقوع إصابات أو أضرار. And many other partners. And as you've heard us say previously, the pier is a temporary solution and contribution as part of a broader. ورياضيا، استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو الاثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وكان منتخب مصر خاض مباراة أمام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة 2-1، ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما احتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم سيراليون برصيد 4 نقاط، وإثيوبيا خامسا برصيد نقطتين، وجيبوتي في المركز السادس والأخير بدون نقاط. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. ناس كتير عندها هواية تربية الحيوانات في البيوت، بنلاقي ناس كتير قوي قاعدين في بيوتهم أو موجودين في الشارع بيتعاملوا مع حيواناتهم طول الوقت، القطط والكلاب وغيرها، على حسب حب الشباب للحيوان الأليف اللي بيربيه. في البعض بيبقى قلقان، بيبقى مش عارف هل ممكن الحيوان الأليف ده يسبب له أي نوع من أنواع العدوى أو يصيبه بأي نوع من أنواع المرض وهو مش واخد باله، والقلق ده هو اللي بيمنعه إن هو يربي حيوانات أليفة أو إن هو كمان يروح لملاجئ الحيوانات الأليفة المنتشرة موجودة وإنه يتبنى حيوان. يعني القلق بتاعه ده هو اللي بيمنعه إن هو يبقى عنده حيوان أليف برغم حبه للحيوانات الأليفة. خلينا نشوف صحيح. فعلا ده ممكن يحصل
ولا لا؟ أسئلة كثيرة منا في الفقرة دي هنسألها. إيه هي الحيوانات الخطر تربيتها في المنازل؟ هنسأل كمان إيه هي أبرز الأمراض اللي بيصاب بها الإنسان من تلك الحيوانات؟ ولو عايز أربي حيوان إيه هي التطعيمات كمان الواجب توفرها أولاً؟ أسئلة كتير هنسألها النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور عبد الحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري جامعة بنها والمستشار للمستشفى البيطري العسكري. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. يعني زي ما منك بتقول من شوية، تربية الحيوانات بقت منتشرة جدا دلوقتي في بيوت كتيرة بيتعاملوا مع الحيوانات الأليفة. بداية، ايه هي الاجراءات الاوليه اللي يجب اتخاذها قبل ما اخد قرار اني اربي كلب او قطه او اي حيوان اليف داخل منزلي؟ اول ما اخد قرار ان انا عايز اربي حيوان اليف، اولا هشوف ايه المكان المناسب عندي. هل انا المكان عندي يسيع ان انا اربي كلب او قطه؟ انا بحب ايه بالظبط؟ بعد ما اختار الحيوان المناسب، لازم اول ما اشتري الحيوان ده اروح بيه للطبيب البيطري عشان يفحصه لي، عشان اقدر قبل ما ادخل حيوان للبيت ممكن يكون عنده اصابه. صحيح. لو الحيوان ده فيه مرض او فيه اي اصابه، مش بس الخطوره على الحيوان، ده كمان الخطوره على الناس اللي موجوده في البيت، لان في بعض الامراض ممكن تتنقل من الحيوان ده للاشخاص اللي موجوده في البيت. فبالتالي لازم افحص ولازم اكون عارف علامات السلامه العامه للحيوان الاليف قبل ما ادخله البيت عندي. لازم يكون الفرو بتاعه جيد جدا، لازم ما يكونش عليه حشرات، لازم ما يكونش بيعاني من اي اصابه. فبالتالي النهاردة اللي هيروح يشتري حيوان أليف ممكن يكون جايبه عشان خاطر عنده طفل في البيت هو مرتبط بالحيوانات أو بيحبها. هو مش هيبقى عارف الحيوان اللي أنا جبته ده مصاب ولا حيوان سليم. فلازم أول ما اشتري الحيوان لازم أروح بيه العيادة بيطرية متخصصة تفحص الحيوان وتقولي والله الحيوان ده سليم تماما، ففي الحالة دي أنا أقدر أدخله البيت. وكمان تعمل لي برنامج للتطعيمات، تقول لي والله انا في الميعاد الفلاني هدي تطعيم خاص بالحشرات والديدان، في الميعاد كذا هدي تطعيم خاص بمرض السعار، هدي تطعيم خاص بالامراض الفيروسيه. فبالتالي اول ما اشتري حيوان اليف شرط اساسي ان انا اروح بيه لطبيب بيطري متخصص عشان يقدر يقول لي ايه الحاجات المهمه اللي اتبعها في التعامل مع الحيوان الاليف. احنا بقالنا كتير جدا بنقول نبطل اصلا نشتري حيوانات اليفه، نتبناها. احنا عندنا حيوانات كتير موجوده في الشيلترز، فاعتقد ان بيبقى افضل ان احنا نتبنى الحيوانات الاليفه. بتبقى اول حاجه حالتها الصحيه جيده جدا، او يا سلام لو احنا عندنا حب الخير ان احنا هناخد حيوان اليف يكون كان عنده مثلا فقد في قدم او في ايا كان، ونبعد عن الحيوانات اللي موجوده في متاجر الحيوانات اللي بتسيء معامله الحيوانات. بالظبط كده. احنا لو فعلا لو لجأنا لبعض الشيلتر وخدنا منها حيوان اليف وقدرت اعمل له رعايه واربيه في البيت، ده هيبقى افضل بكتير جدا ان انا اشتري حيوان من اماكن بيع الحيوانات. لان الحيوانات اللي موجوده في الشيلتر عددها كبير جدا، هو مش محتاج غير رعايه بشكل معين، ان ممكن يكون الحيوان ده كان متعرض لحادثه او متعرض لاصابه. فبالتالي انا النهارده لما بحطه عندي في البيت وابدا اعامله كويس، اوفر له الاكل، اوفر له تطعيمات، ده بيبقى افضل من ان انا الجا لمكان ببيع الحيوانات. بالاضافه كمان ان الكلاب والقطط بتاعت الشارع هي مش عايزه غير اكل وشرب. اكيد. هي عايزه رعايه ان انا افحصها مظبوط عشان ما يكونش مصابه باي مرض، ولو مصابه ابدا اديلها العلاج المناسب، وبعد ما ادي العلاج المناسب اقدر ادخلها عند البيت وتتعامل معامله جيده جدا زيها زي الحيوان الاليف اللي انا بشتريه، بل بالعكس هتبقى افضل بكتير. وعدد الحيوانات في الحاله دي هيقل في الشيلتر في الفتره الحاليه، العدد بقى كتير جدا. لما انا ادخلها عند البيت او كل واحد بدل ما يشتري حيوان يتبنى من شيلتر، ده هيقلل عدد الحيوانات اللي موجوده في شيلتر. ده جميل جدا. زياره الطبيب البيطري او العياده البيطريه مهمه جدا قبل اتخاذ القرار بتربيه هذا الحيوان الاليف داخل البيت، ده دي حاجه مفروغ منها مهمه جدا. عايز اسال حضرتك بقى هنا كاستاذ متخصص، ايه اللي بيتم بقى في هذه الزياره؟ يعني ازاي بكشف على هذا الحيوان؟ ايه هي الامراض اللي ممكن تبقى امراض خطيره، فبالتالي اوصي صاحب هذا الحيوان الاليف انه ما يربيش الحيوان ده داخل بيته؟ ايه هي الامراض اللي ممكن نتسامح معاها؟ يعني العمليه بتتم ازاي داخل العياده البيطريه؟ هو الاساس اول ما حد بيجيب حيوان بيروح العياده البيطريه فبيعمل له فحص شامل. فحص شامل انه يفحص الفرو بتاعه عشان ما يكونش فيه حشرات. في حاله ان موجود فيه حشرات لازم يدي تطعيم خاص بالحشرات. لازم يدي حاجه خاصه للوقايه من الديدان، لان الديدان بتاع الحيوانات ممكن تعدي البني ادمين.
لازم يعمل برنامج خاص بالتطعيمات الفيروسية، لازم يفحص العين كويس جدا، يفحص الأذن بتاع الحيوان، يفحص علامات السلامة العامة، ما يكونش عنده إفرازات في العين، ما يكونش جسم الحيوان دافي، ما يكونش قطع أكل، ما يكونش عنده مشكلة في الأسنان، ما يكونش عنده مشكلة في العين. كل الكلام ده أثناء عملية الفحص في العيادة البيطرية هو بيبلغ صاحب الحالة اللي جاي بيها بكل الكلام ده. الأمراض اللي احنا بنخاف منها هي الأمراض الفيروسية زي مرض سعار. لو أنا عندي حيوان مش متطعم، دايما بنقول لصاحب الحالة لازم تطعم ضد الأمراض الفيروسية، لأن في أكتر من 200 مرض مشترك ما بين الحيوان والإنسان. المرض ده ممكن يتنقل من الحيوانات للإنسان، فبالتالي أنا لما بحافظ على صحة الحيوان الهدف منها الأساسي هو الحفاظ على البيت والحفاظ على صحة الإنسان في المرتبة الثانية. أنا لما بيكون عندي حيوان أليف لازم أقول له والله إحنا في عمر من 3-6 شهور لازم أدي التطعيم الخاص بالسعار، وده بيبقى تطعيم بصفة دورية، يعني كل سنة لازم ياخد تطعيم السعار، بحيث ان لو الانسان اتعرض للخربشه سنوي في موعد محدد كل سنه بيعدي عليه لازم اعمله. الحيوان الاليف بيتعمل له شهاده خاصه بالتطعيمات، بحيث ان صاحب الحاله يبقى عارف في الميعاد الفلاني ده لازم هطعم التطعيم ده. لما انا بطعم انا بس بعمل وقايه للحيوان من المرض، فبالتالي لو الانسان اتعرض للخربشه او اتعرض للعض من الحيوان ده هبقى انا كده عندي امان، لان الحيوان اوريدي واخد التطعيمات، فبالتالي مش هيبقى فيه فرصه للاصابه من الحيوان ده. بس ده لا ينفي ان احنا مع اول خربشه بنتوجه فورا ناخد طبعًا المصل ونتوجه طبعا للمستشفى الحكومي. طبعا الموضوع ده ما فيش فيه اي تهاون ان انا يعني سواء كان الحيوان مطعم او غير مطعم، في كل الاحوال احنا بنعمل ايه دكتور؟ بنعرض الخربوش او المكان اللي فيه الخربشه لميه جاريه، بنغسله كويس جدا بالميه والصابون اكتر من مره، حوالي ربع ساعه كده بميه وصابون، وبعد كده بنطهر باي مطهر، وبعد كده بنروح لاي مستشفى من مستشفيات الحكومية قبل مرور 24 ساعه اللي منتشر على مستوى الجمهوريه، وده تطعيم سيادي مش موجود غير في المستشفيات الحكوميه بس. نعم. وكان زمان بيبقى 21 حقنه والموضوع صعب اكتر من مره، يعني بقى في جدول كده جدول يعني لا كان زمان 21 حقنه وبتاخده في البطن، دلوقتي بقى 5 حقن وبتاخده في العضل، والموضوع سهل جدا وعلى مدار شهر. وكمان الميزه اللي فيهم ان هو بيدي وقايه للبني ادم ده لمده 3 سنين، فبالتالي دي من مميزات ان النهارده لما يكون انسان اتعرض للعض لازم ياخد كوقايه ضد مرض السعار. انا مش هنتظر اقول والله الحيوان ده مصاب ولا سليم، لان في بعض الاحيان ممكن الحيوان خصوصا لو كلب شارع مش متربي في البيت والانسان اتعرض للعض ممكن يكون مش ظاهر عليه اي علامه من علامات المرض لانه هو في فتره حضانه المرض، وبعد كده يظهر عليه علامات الاصابه، في الحاله دي هيبقى الانسان اوريدي حصل له اصابه بمرض سعار، وده صعب جدا علاجه. فبالتالي اول ما حد يتعرض ده ما بيحصلش كتير يعني دكتور، كلاب الشوارع مش بتهاجم ابدا، لا بالعكس خالص يعني خالص بالعكس كلاب الشوارع هي عايزه اكل بس يعني كلاب الشوارع هو لما بيروح لحد بيبقى الهدف عايز اكل او شرب، اكيد مفيش حيوان بيهاجم الا اذا الانسان هو اللي بادر بالمهاجمه بتاعته. ده يعني كلاب وقطط الشارع التعامل معاهم سهل جدا، في بعض الناس بتوفر لهم ميه. انا بقى عايز اتكلم مع حضرتك في النقطه دي، احنا بنتكلم عن اجراءات السلامه في التعامل مع الحيوانات اللي موجوده في البيت. اصحاب القلوب الرحيمه كتير جدا، والموضوع ملوش اي علاقه باي مستوى مادي او اجتماعي، الناس على بساطتها في قلبها الرحمه بتبقى مهتمه جدا انها تشيل بواقي الاكل، يبقى معاها ميه توزعها على الحيوانات اللي موجوده في الشارع. ايه اللي الواحد يقدر يعمله بحيث ان هو يحافظ على نفسه وعلى جسده سليم، وفي نفس الوقت يحافظ على فعل الخير ان هو مستمر في اطعام حيوانات الشارع؟ هو الحيوان بتاع الشارع هو مبدئيا كده ما بيهاجمش الانسان. هو انا النهارده لو عندي بواقي اكل في البيت عايز احطها للكلاب او قطط الشارع، هو عايز مكان يكون فيه ظله واكل وميه، مش عايز اكتر من كده. في الحاله دي لو انا وفرت له الكلام ده هو ولا هيهاجم الانسان ولا هيعمل له اي مشكله. لكن برضو احنا بنقول للناس وانت بتوفر الكلام ده بلاش التعامل المباشر، يعني ما تطبطبش عليه انت مش عارفه، لان في بعض القطط اللي موجوده في الشارع ما بتحبش ان حد يلمسها بشكل معين من الخوف معين. من التعرض للخوف بقوا ديفنسيف يعني فعلا، فرد الفعل بتاعها هيبقى هو حاسس انت مش عارف، يعني هو حاسس ان انت هتهاجمه ولا هتحط له اكل، يعني بلاش ملامسه يعني انا احط له اكل وميه مع التعود، لو انا عارف المكان اللي بحط فيه باستمرار القطط والكلاب اللي موجوده فيها هتعرف ان انا باستمرار بحط لهم اكل، في الحاله دي اقدر اتعامل معاهم بصوره طبيعيه. لكن في الاول الموضوع صعب جدا ان انا المس حيوان في الشارع، لانه
هيبقى خايف، فممكن يبقى رد فعله مش كويس في حاله ان هو يهاجم او يعض او يخربش. في الحاله دي قلنا لازم نلجا للجزء بتاع النظافه. بقى بعدها ازاي انظف ايديا ازاي مثلا بعد الملامسه لو انا متعوده على مكان معين بحط فيه وبحتك بالقطط؟ اساس التعامل مع قطط وكلاب الشارع او حتى قطط وكلاب البيت الاساس في النظافه، لان في بعض الامراض ممكن تتنقل من الحيوان الاليف اللي موجود في البيت من خلال التلامس. فبالتالي احنا دايما بنعلم الاطفال عندنا في البيوت نقول له ان انت لما تتعامل حتى مع الحيوان اللي موجود في البيت لازم بعدها تغسل ايدك كويس جدا. ما ينفعش ان انت تاكل وانت كنت بتلعب مع الحيوان الاليف، لان في الحاله دي ممكن يكون في امراض موجوده على الفرو بتاعه ومع الاكل تتنقل للبني ادم. فدي برضو من الحاجات المهمه اللي لازم بنوصي بيها اطفالنا. اتباع اجراءات النظافه باستمرار داخل البيت دي نقطه مهمه جدا. الاطفال بقى يتعاملوا ازاي؟ هل بيبقى في خطوره في بعض الاحيان في تعامل الاطفال مع الحيوانات داخل البيوت عن الكبار؟ الاطفال لهم معامله خاصه. انا لازم افهمه ان الحيوان ما ينفعش ان انا اعامله بعنف. في بعض الكلاب والقطط اللي موجوده في البيت بيبقى رد الفعل بتاعها عنيف. يعني مثلا لو انا مربي كلب زي الشواوة حجمه صغير، فبالتالي الطفل بيحس ان هو ايه كلب صغير والتعامل معاه سهل، بيتعامل معاه بيتعامل معاه فريندلي بحب. الكلب ده رد فعله عنيف شويه، يعني هو ممكن يجي يطبطب عليه يلاقي الكلب بيخربش او بيهاجم او بيعضه. فبالتالي لازم اقول له والله انا قبل ما اشتري حيوان اليف لازم ابقى عارف طبيعته، طبيعه السلوك بتاعه. وبرضه بعلم الطفل بتاع الكلام ده، بقول له ان خلي بالك ان التعامل مع الكلب في الاول لازم يبقى بهدوء. التعامل مع القطط ما ينفعش تشد ديلها، ما ينفعش تخبطها على دماغها، لان هتلاقي رد الفعل بتاعها انها تخربش او تعض، وده رد فعل طبيعي. فلما انا بعلم الاطفال الكلام ده هو بيتعود. تاني حاجه تربيه الحيوان الاليف بتعلم الطفل ان هو يعتمد على نفسه، بتعلم الطفل ان هو يبقى حريص على النظافه بتاعه ايديه، حريص على النظافه بتاعه حيوان الاليف اللي هو بيتعامل معاه باستمرار. فده نوع من انواع التربيه، ان انا بعلم الطفل الكلام ده. لما بيجي بعد كده ينزل يتعامل مع كلاب وقطط الشارع ما بيهاجمهاش، ما بيضربهاش. فبالتالي برضه على النقيض الحيوان مش بيهاجم. يعني نبقى بعاملين حسابنا دايما ان تبني حيوان اليف او شراء حيوان اليف هو فرد من افراد الاسره، زي ما احنا بنبقى الاطفال بيبقى لها شهاده تطعيمات ومواعيد تطعيمات وزياره دوريه للطبيب. ده بينطبق نفس القصه على الحيوانات الاليفه، ما بتبقاش لعبه. يعني الولاد شبطانين يبقى معاهم حيوان اليف قطه او كلب فنجيبه شويه وبعد شويه نسيبه في الشارع او بالظبط كده. انا لما بجيب حيوان اليف هو اصبح انا مسؤول عنه، فهو فرد من افراد الاسره، لازم يبقى ليه روح هنسال عنها يعني. برنامج مظبوط للتطعيمات، لازم انا مش جايبه لفتره معينه الاطفال يفرحوا بيه وبعد كده انزله الشارع او استغنى عنه، لا هو خلاص انا اصبحت مسؤول عنه مسؤوليه كامله. لازم اروح بيه باستمرار للطبيب الوطري اعرف البرنامج بتاع التطعيمات بتاعته. لو حصل في اي مشكله طبيه لازم الجا لطبيب بيطري متخصص. ما ينفعش ان انا مثلا لو حسيت ان الحيوان بتاعي سخن اديله اي حاجه من ادويه السخنيه اللي موجوده عندي في البيت بتاعه الاطفال، لان في بعض الادويه البشري سامه للقطط والكلاب. يعني انا ممكن لو خدت الاجراء ده من نفسي فانا كده بضر الحيوان الاليف بتاعي، بعرضه للخطر، لان في بعض الادويه اللي موجوده عندنا في البيت هي غلط ان انا استخدمها للحيوان الاليف. طيب طبعا من معروف ان احنا اكتر بنميل لتربيه القطط والكلاب، هل في انواع من الحيوانات خطر تربيتها داخل بيوتنا؟ الحيوانات المفترسه، يعني في بعض الناس بتربي اسود او شوف تماسيح وحاجات كده او تماسيح او الحاجات دي تربيتها دي اصلا حيوانات بريه لها طبيعه معينه في المعيشه بتاعتها، لها بيئه محدده المفروض تعيش فيها. لما انا بقى بجيبها احطها في البيت التعامل معاها صعب جدا، ودي ملهاش تدريب. يعني احنا القطط والكلاب بنعرف ندربهم وبنعرف نتعود عليهم وبنعرف نعودهم على طريقه معينه من التعامل، لا الحيوانات البريه صعب ان انا اعمل معاها الكلام ده. فبالتالي لو حد مربي تمساح عنده في البيت الموضوع صعب جدا، صعب ان انا اتعامل معاه. التماسيح فيها مرض زي مرض السالمونيلا، ده بتنقل للبني ادمين، هي ملهاش تطعيم ضد المرض ده. فبالتالي هي لو عندها المرض وانا مربيها في البيت فبالتالي هي هتبقى عرضه، الناس اللي عايشه معاها داخل البيت عرضه للاصابه بالمرض ده. دكتور عبد الحليم القصبي استاذ الجراحه والتخدير والاشعه بكليه الطب البيطري جامعه بنها، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمره، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا.
نصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات المنتخب المصري المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. سجل هدف المباراة الوحيد مصطفى مساعد ميسي في الدقيقة السابعة، وبيستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة اللي بتضم إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان. استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته امبارح استعدادا لمواجهة غينيا بيساو يوم الاثنين الجاي في الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وده بعد ما خاض منتخب مصر مباراة يوم الخميس الماضي أمام منتخب بوركينا فاسو انتهت بالفوز 2-1 ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط. وخاض لاعبي المنتخب اللي شاركوه في المباراة الخميس تدريبات جري حول الملعب لمدة 10 دقائق ثم جلسات استشفاء، وأدى باقي اللاعبين تدريباتهم لشهادة الجمل الفنية بعدها تقسيمة. نادي الزمالك يتعادل مع نادي البنك الأهلي بنتيجة 3-3 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. فريق الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش ده بعد الراحة اللي حصل عليها وفقا للبرنامج التدريبي اللي هيؤديه لاعبو الأهلي في الفترات التوقف ده بسبب الأجندة الدولية، وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في التدريبات، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة 15 دقيقة وواصل بعد كده الفريق برنامجه التدريبي واللي اشتمل كمان على تقسيمة الكرة، وكمان أدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. فريق الترسانة حقق فوز مهم على فريق سبورتينج بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الترسانة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز. فريق حرس الحدود نجح في تحقيق الفوز على منتخب السويس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد الماكس بالإسكندرية، ده في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم المقبل برفقة بتروجيت وغزل المحلة. ورفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب دورة الترقي الممتاز، فيما بقى منتخب السويس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير. البطلة المصرية هانية الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش تأهلت للدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، واللي بتستضيفها مدينة برمنغهام في الفترة ما بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، ده بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. المنتخب المصري للسلاح حقق 5 ميداليات متنوعة في اليوم الثاني من منافسات البطولة الإفريقية للكبار والمقامة حاليا في دورة المغرب، واللي هتستمر حتى 10 يونيو الجاري، وبكده بترتفع حصيلة ميداليات المنتخب المصري إلى 10 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و6 ميداليات برونزية. نادي ليستر سيتي الإنجليزي أعلن عن تجديد عقد نجمه المخضرم جيمي فاردي لمدة عام آخر ليواصل مسيرته مع فريق ليستر سيتي حتى نهاية موسم 2024-2025. النرويجي مارتن أوديغارد
توج بجائزة أفضل لاعب في نادي أرسنال الإنجليزي عن الموسم المنتهي 2023-2024، وده للموسم الثاني على التوالي بعد المستويات المميزة اللي قدمها قائد الفريق بمختلف المسابقات. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن عن فوز المصري محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب في الموسم 2023-2024. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد ومنا علشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا. انطلقت مبادرة جديدة بتحمل شعار أيادي صغيرة. المبادرة دي بتستهدف التوعية بأثر التربية على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، وبدأت أولى فعاليات المبادرة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصري. مبادرة أيادي صغيرة واللي أسستها فيرجينيا هاني، هنتعرف على تفاصيلها بشكل وافي وشامل من فيرجينيا اللي موجودة معانا في الاستوديو. أهلا وسهلا بيكي منورانا. أهلا حضرتك. طيب خلينا كده نتكلم، مبادرة أيادي صغيرة باين جدا إنها ليها علاقة بالأطفال، وباين جدا إنها بتتعامل مع الأطفال من سن صغير، احكي لي الحكاية. هي الحكاية بدأت بإن أنا كنت سفيرة للمسؤولية المجتمعية في ألمانيا، الشركة اللي أنا بشتغل فيها هناك. طبعاً فيرجينيا أنت ميس إيجيبت. أيوه. أي يعني ده جزء من الحاجة اللي ساعدتك إنك تعملي المبادرة. أكيد. هو بصراحة إن أنا أصلاً أدخل الشركة اللي أنا بشتغل فيها، أنا مستشارة بنوك في إرنست يونغ في ألمانيا، وجزء منها كبير طبعاً اللي ساعدني إن أنا أقدر أدخل الشغل هو ميس إيجيبت، وبرضو جزء كبير ان هو اداني مساحة في الشركة ان انا اقدر اكون سفيرة للمسؤولية المجتمعية. ومن خلال كده ابتدينا ان احنا نعمل فعاليات مع الاطفال هناك، ان احنا نقرأ لهم كتب، نديلهم سيشنز، ننزل معاهم نعمل اكتيفيتيز للبيئة، نلم زبالة من الباركس والشوارع. ومن هنا انا شفت قد ايه اثرنا بجد كبير على الاطفال. وانا من ساعه ما كسبت مس ايجيبت وانا حاسه بمسؤوليه مختلفه عن مسؤوليه يعني عن اللي انا كنت حاساه قبل كده تجاه مصر. الاول طبعا هي كانت ان احنا نقدر نوصل صوره مصر الحقيقيه لبره، وحاولت اعمل كده طبعا من خلال دراستي وشغلي في المانيا ومن خلال المسابقه. و لما حسيت بالمسؤولية تجاه تجاه مصر والمسؤولية المجتمعية، فحسيت ان هدفي كمان اتجه شوية اكتر ناحية المسؤولية المجتمعية، وحسيت ان احنا ليه ما نعملش اللي احنا بنعمله في ألمانيا في مصر. طيب نعمله في مصر ازاي بقى؟ احكي لنا كده القصة بتاعت أيادي صغيرة، هدف المبادرة ايه؟ اشتغلتوا ازاي مع الأطفال؟ انا عارف ان انتوا بتنزلوا المدارس وبيبقى في جلسات كده تفاعليه مع الاطفال، بتسمعوا منهم، بيبقى في كلام كمان مع الاهالي. ايه اهم الاهداف للمبادره دي واشتغلتوا على الارض ازاي؟ هي اهداف المبادره ان احنا نقدر نوصل لكذا فئه عمريه من الناس، بدايه من صغرهم وهم اطفال. طبعا مع المبادره الرئاسيه الف يوم الذهبيه بتعاون معاها مع دكتور عبلة الألفي، ركزنا في أول ألف يوم من حياة الطفل اللي هي بتبدأ من وهو في بطن مامته، واتجهنا برضو لسن الشباب اللي في الثانوية عامة، وبنعمل معاهم سيشنز إذا كان في المدارس أو في النوادي أو سيشنز إن احنا نقدر نقول لهم نعرفهم على الصحة النفسية قد إيه مهمة، قد إيه هم محتاجين إن هم يقدروا يعبروا على نفسهم. بتقولهم إيه بقى في السيشنز دي؟ إحنا مثلاً كنا في آخر سيشن في مدرسة انترناشنال، واتكلمنا عن إن هم قد إيه هم يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه، بس يكون الحاجة دي ليها هدف وليها معنى، وقد إيه هم يقدروا إن هم ما يستغنوش عن مبادئهم في الطريق ان هم يوصلوا للي هم عايزينه. لان طبعا انا واجهت صعوبات كتيره جدا في المانيا، ان انت كحد غريب هناك تقدر تمسك على مبادئك المصريه والعادات والتقاليد، وازاي ده وريتهم من خلال التجربه الصغيره بتاعتي ازاي ده اقدر ان انا ان ده مش
مش مسكني. بالعكس ده لما شافوا ان انا ماسكه في مبادئي واهدافي ان ده gave me a push to success. كويس قوي. فكره الدافع للنجاح وان انت يبقى عندك دافع كده حاجه تزقك لقدام انك تقدري توصلي للي انت عايزاه. فيرجينيا انت بالنسبه لناس كتير جدا وبالنسبه للبنات ولكتير من الولاد كمان حاجه مبهره جدا, وبالنسبه لنا طبعا امرايا يعني بس اتكلم فانه حاجه مبهره جدا. والبنات بصالك ازاي كميس ايجيبت اللي بتعملي مبادرات لها علاقه بالتنميه؟ يعني الموضوع مش بس اهتمام بجانب واحد, الاهتمام باكتر من جانب في نفس الوقت. بالظبط, وده برضو كان جزء من المبادرة ان انا كنت عايزة اوري ان ملكات الجمال ليها هدف اكبر من كده بكتير. وده برضو اتعلمته خلال دراستي لما سافرت واتعلمت واشتغلت, شفت ان ملكات الجمال ليها جزء اكبر بكتير وهي اثرها في المجتمع, وقد ايه ان الناس بتحب تسمع لحد زي كده. وشفت ده برضو في اخر يعني في سيشنز كتيره من المدارس, ان بعد كده هم بيبقوا داخلين عشان يشوفوا ميس ايجيبت, وبيبقوا داخلين very excited او متحمسين ان هم يشوفوا ميس ايجيبت. فمن خلال ده بيتعلموا كتير وبيستفادوا كتير وبيجي لنا فيدباك. و بتبقي مجهزه بقى, بتبقي مجهزه مواضيع هتتكلمي فيها, بتبقى مجهزه معاك فريق عمل كمان حاجه هتشتغلوا عليها. يس, في تيم شغال على مبادره, وطبعا اي قبل اي سيشن بيبقى في باوربوينت بيتبعت, وبنبقى مجهزين الكونتنت او الكلام اللي هيتقال, والسبجكتس معينه بيبقى طبعا بتختلف من كل مدرسه للتانيه حسب الناس اللي موجوده, لان احنا مش بس بنتجه للمدارس الانترناشونال, احنا برضو بنتجه للمدارس الزكاه الحكوميه او الفنيه او الانترناشونال. فطبعا كل واحد بيختلف من التاني, وبرضو حسب الفئه العمريه, لان برضو زي ما قلت حضرتك احنا بنناشد الاطفال والشباب اللي في سن ثانويه عامه يعني لسه هيتخرجوا, وبرضو الاهالي, لان الاهالي عندهم تاثير كبير جدا على الاطفال في خلال تربيتهم. وبرده اي حد عنده اثر على الشباب في المدارس او في مثلا المدرب في التمرين او المدرس في المدرسه, طبعا دي ليهم اثر كبير قوي عليهم. جميل. طيب حابين نعرف معاكي كده لو اتكلمنا على سيشن او جلسه من الجلسات دي, ازاي بيحصل التفاعل بقى مع سواء الاطفال او الشباب؟ ايه اكتر موضوعات شايفه فيرجينيا انه هي فعلا من الموضوعات المهمه جدا والحيويه اللي بتمس حياه اطفالنا وشبابنا اليومين دول؟ طبعا في موضوعات كتيره جدا, لكن اكتر حاجه حاسه انها فعلا محتاجين نتكلم فيها ومحتاجين نوضحها اكتر لاولادنا ايه؟ هو في اتنين توبكس حسب الفئه العمريه. للاطفال الصغيرين واهاليهم الفرق ما بين الفكر, في حاجه اسمها جينيريشنال جاب, الفرق بين الاجيال. بالظبط, الفرق ما بين الاجيال. ان الاهالي بسبب التكنولوجيا السريعه والتشينج السريع جدا النهارده, فالاهالي مش لاحقه انها تواصل مع سرعه فهم وسرعه الطفل. جميل. في ان هو يشوف العالم ويشوف الحاجات المختلفه, فبيحصل ان الاهل ما بيكونوش فاهمين الطفل, والطفل بيبقى مش عارف يتكلم مع اهله لان هو حاسس ان هو بيتكلم والحد الكبير مش فاهمه. فدي بوينت حاساها مهمه. جميل. جدا جدا. وبالنسبه للشباب اللي في الثانويه العامه, هي ان هو خارج على حياه جديده, لازم يبقى هيتاثر بحاجات كتير. فهو داخل مرحله جديده في حياته. يس. فلازم ان هو يبقى ماسك في اهدافه ومبادئه, وان هو يقدر يصدق ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه وكل اللي هو عايزه, بس بطريقه تناسبه وتليق بيه وتليق باهله وتليق بعاداته وتقاليده. طيب فيرجينيا, وانتوا بتتكلموا عن الصحه النفسيه والصحه التعليميه, في مبادرات بتبقى تحت المبادره دي كمان؟ يعني احنا بنتكلم مع الولاد عن حقوقهم وازاي يعملوا, بنتكلم معاهم كمان عن واجباتهم, بنتكلم معاهم عن
فكرة تنمية مجتمع، تنمية بيئة، حفاظ على بيئة، أيا كان كده، والناس بتشتغل بإيديها أيا كان بقى في الأماكن، لأن احنا أنا عارفة أنكم بتتوجهوا لفئات عمرية مختلفة yes. وكمان لفئات اجتماعية مختلفة yes. مع الأطفال طبعا لازم الموضوع يبقى جاي زي لعبة أكتر علشان يقدروا أن هم يستجيبوا معاكي، فبتبقى أكتر زي ما حضرتك قلتي بالإيدين أو بالسيركل، يعني نقعد في دورية نتكلم أن هم برضو يتناقشوا، أن احنا نبقى قاعدين وجروبس، يعني جروبس مع بعض وكل واحد يدخل يشرح شوية، يتكلم هو من نفسه شوية. طبعا إذا كان في العمر الطفل أو في عمر الشباب فهم كلهم بيبقوا في الأول خايفين أن هم يتكلموا أو أن هم يبدأوا أن هم يقولوا بجد تجاربهم. بيبقوا خايفين، أنا حاسة أنهم بقوا بيتكلموا أكتر مما ينبغي الأطفال الصغيرين. طبعا أكتر من زمان، احنا مش عارفين نبقى خليهم يبطلوا كلام. هم بيبقوا عارفين يعبروا طيب يا فيرجينيا، ولا هم عندهم أفكار كتير جدا فطول الوقت عايزين يتكلموا جدا بس بيبقوا مش عارفين يوصلوا للنقطة اللي عايزين يوصلوا، مش عارفين يختاروا الكلمة الصح اللي تعبر عن مشاعرهم. وبيبقى زي ما حضرتك قلتي عندهم مشاعر كتيرة جدا متلخبطة جوه بعض، فمحتاج ان هو الطفل يفهم المشاعر دي علشان يقدر ان هي يواجهها لحضرتك ويقولها بطريقة سليمة ان انت برضو تقدر تفهم. الشباب بيبقوا فاهمين اكتر بس مش حابين ان هم يتكلموا قدام حد، مكسوفين، بيبقى بالنسبه له ان ما حدش يشوفه في الستيت اوف فولنربيلتي. فهنا ببدا ان انا لما احكي عن تجربتي او ان انا ابدا بمشاركتي انا الاول، بيبدا بعد كده يجي برضو منهم هما التفاعل وان هم يقولوا كمان تجربتهم. طب انا عايز اتكلم شويه كمان على فريق العمل. فيرجينيا بتشتغل مع الاطفال، مع الشباب، بتتكلم معاهم، هل بيبقى فيه يعني استعانه مثلا مع خبراء متخصصين في علم النفس، في علم الاجتماع، شخصيات كمان محببه للاطفال؟ يعني ده مهم جدا ان هم يبقوا موجودين في جلسات زي دي ويتكلموا ويبقى في حالات حوار مع الاطفال. شكل السيشن وسير السيشن بيبقى عامل ازاي؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت من اهم الحاجات ان احنا نتعاون مع مؤسسات للصحه النفسيه ومبادرات زي مبادره الف يوم الذهبيه، وبرده تعاوننا بان احنا بمشاركتنا في ايفنت فاهم لل 100 سنه على مرور على مرور فاهم 100 شهر ولا 100 يوم كان ايا كانت الفتره الزمنيه، لكن بنتكلم في نقطه المرور الكبير للوقت ده. اعتقد بيديكم خبرات وبيديكم طريقه تعرفوا تتعاملوا بيها، يعني احتكيتوا بمواقف كتير اكيد. وان احنا بنشتغل مع زي ما حضرتك قلت المدرسين اللي في المدارس اللي ليهم بالصحه النفسيه للاطفال، دايما بيبقى في حد تابع ان هو بيتابع الاطفال ان هو بيركز في سلوكهم النفسي. ده مهم جدا كمان يعني يشتغلوا معاكم على الارض بالظبط، ان هما برده بيدخلوا معانا في السيشنز، ان احنا برده نتكلم معاهم قبل ما ندخل للاطفال عشان نبقى عارفين ايه اكتر مشاكل هما بيشوفوها في الفصل ده او في الفئه دي العمريه. فطبعا ده بيفيدنا كتير وبرده بيساعدنا ان الاطفال يتجاوبوا معانا علشان هما بيبقى المشاكل دي فعلا هما حاسين بيها بس مش عارفين يتكلموا عنها. طيب احنا دلوقتي في فتره الاجازه الصيفيه بالنسبه للمدارس الرسميه والحكوميه، ولكن المدارس الدوليه لسه ما ابتدتش الاجازه، يمكن فاضل ايام قليله. انتوا بتنسقوا ازاي عشان تروحوا تتقابلوا مع الولاد في المدارس؟ انتوا بيتم دعوتكم من قبل المدرسه ولا انتوا اللي بتبقوا عاملين خطه كده مقسمين احنا عندنا في الفتره الزمنيه كذا عندنا عدد مدارس كذا وبتبعتوا لهم وبتنسقوا معاهم؟ هو بيبقى فيه طبعا بارت ده وبارت ده. انا برضو علشان عايشه في المانيا وبنزل فترات قصيره، فبيبقى ان احنا بنظبط حسب الفتره الزمنيه اللي انا فيها في مصر، فبنظبط مع مدارس بنبعت طبعا بروبوزلز وباوربوينتس، وبرضو في مدارس بتبعت لنا ان احنا نقدر هم لما بيشوفوا برضو سيشنز في مدارس تانية ناجحة فبيسمعوا عنها والأطفال بيتكلموا لبعض فبيجوا برضو هم يبعتونا وبنظبط معاهم. فتقريبا أنا بنزل شهريا مصر علشان أقدر إن احنا نوفق ما بين المبادرة والشغل بره.
اخر حاجه عايز اسالك، يعني اكتر حاجه شايفاها في التجربه الالمانيه، ما دام انت عايشه فتره طويله في المانيا، نفسك تشوفيها هنا في مبادره ايادي صغيره او تتحقق للاطفال ايه؟ هي فعلا الاهتمام بالصحه النفسيه، ان هم يقدروا يعبروا عن نفسهم من غير ما يبقوا خايفين، وان الجيل الاكبر يفهمهم. الجيل الاكبر ان هو يفهم ان الاطفال النهارده شايفه الدنيا ازاي، وان هي شايفه العالم كله مفتوح، فان هم يقدروا يفهموا الافكار اللي بتجيلهم عشان يقدروا يتعاملوا معاهم بطريقه صح، وان هم يوجهوهم للطريق الصح. فيرجينيا هاني مؤسسه مبادره ايادي صغيره، نورتينا وشرفتينا، كل التوفيق للمبادره، ان شاء الله تتحقق كل الاهداف ويبقى في تفاعل اكتر مع اطفالنا وشبابنا الفتره اللي جايه. شكرا ليكي، نورتينا. نورتينا. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة التي تلقاها من العاهل الأردني عبد الله الثاني، ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة. وخلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله السفيرين الأردني والمصري، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المهم والكبير الذي تلعبه الأردن ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير. أشاد وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور القاهرة بدعم مصر ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته، إلى جانب استضافتها للفلسطينيين والمصابين منهم جراء العدوان الإسرائيلي. وطالب الوفد بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة الجهود من أجل لم الشمل الفلسطيني. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع الحالي. وأوضحت الوزارة أنه في زيارته الثامنة للمنطقة منذ العدوان على غزة. وسيجري بلينكين مباحثات مع كبار الدبلوماسيين في مصر وقطر والأردن وإسرائيل. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي. كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أنه من المتوقع أن يعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في خطاب يلقيه اليوم انسحاب حزبه من حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد 7 أكتوبر. وكان جانتس أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل من الحكومة إلى جانب حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه، إذا لم يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لإعادة المحتجزين وتقديم استراتيجية لليوم التالي في غزة بحلول 8 يونيو. وبحسب موقع أكسيوس، لن تؤدي خطوة جانتس إلى إسقاط ائتلاف نتنياهو الذي لا يزال يتمتع بأغلبية 64 عضوا في الكنيست، لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل. استشهد 5 فلسطينيين في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح الفلسطينية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين وإلحاق دمار كبير بالمنزل والمنازل المجاورة. وأضافت أن شهيدا ارتقى بقصف لطيران الاحتلال على منازل شمال رفح الفلسطينية. هذا وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة عقب إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة عليهم. وأعلنت مصادر طبية أن هناك عشرات من جثث الشهداء ملقاة في شوارع مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى مصابين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم جراء استمرار القصف.
استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة عنبتة شرق مدينة تلكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم بلدة عنبتة واعتقلت شابين أحدهما أسير محرر. وبعد تفتيش عدة منازل واندلاع مواجهات عنيفة في حارات البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر. لا مش مشيخ. ينظم اليوم ناشطون أمريكيون مؤيدون لفلسطين احتجاجات أمام البيت الأبيض تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل. وأعلنت جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية ونشطاء مثل حركة كود بنك النسائية ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أنه من المقرر تنظيم مظاهرات اليوم بمناسبة مرور 8 أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية مع انتشار الجوع والدمار في القطاع. وكانت الولايات المتحدة شهدت شهورا من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تراوحت بين مسيرات في واشنطن أو مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية بالقرب من البيت الأبيض إلى إغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة ومخيمات في العديد من الجامعات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي أطلقت على مدى 24 ساعة منصرمة 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت زورق استطلاع لقوات الحوثي في البحر الأحمر مشيرة إلى أنه لم تبلغ أي سفن أمريكية أو تجارية أو تابعة عن وقوع إصابات أو أضرار. ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص بدأ شهر الحج، أيام كده عظيمة وفضلها كبير ومباركة. بدأت العيون والقلوب تتعلق بمناسك الحج بالكعبة الشريفة. المناسبات الدينية في مصر كده ليها طعم مختلف، طعم شعبي ونكهة مصرية جميلة جدا بالابتهالات والإنشاد. لو مشينا كده في حاراتنا هنلاقي على الجدران والحيطان رسوم حلوة جدا بنكتبها دايما الأهالي. أي حد يكون في أي بيت طالع يحج بنشوف رسم الكعبة والورد والأدعية الحلوة الجميلة، حج مبرور وذنب مغفور. كده في مناسبة دينية بطعم ونكهة شعبية مصرية جدا، أهم حاجة فيها الابتهال والموال والأغنية. طبعا احنا النهارده بنحتفل ومعانا الفنان والمنشد عبد الرحمن بلاله اللي هيقدم لنا النهارده فصل استثنائي ومميز من الاناشيد الدينيه كعدته اللي احنا بنسعد جدا بوجوده معانا. فصباح الخير يا مصر، منورنا ومشرفنا. صباح الورد. كل سنه وانتم طيبين. صباح طيب. صباح السلامه حبيبي. انا مش عايزه اسال، انا عايزه ابتدي على طول نبتدي بحاجه وبعدين نبتدي نتكلم. يا رب لأجل النبي والبيت وعماره تكرم ضيوف النبي وتراعي زواره وكل من قال أنا مشتاق لأنواره يا ربي لأجل الحبيب النبي والبيت وعماره تكرم ضيوف النبي وتراعي زواره وكل من قال أنا مشتاق لأنواره يسعد بمكة ومنى ويصلي بجواره ويعود لأجله بخير والنفس مسرورة بحجة مبرورة وتسهل له مشواره
أنور وزينة على المينا زفوا السفينة رايحة المدينة تودينا لديار نبينا نادى المنادي المجهادي والجو هادي عازم وناوي السنادي والبيت مرادي بعد اعتمادي على الهادي سايب بلادي وحملت زادي وزوادي لديار نبينا من جدة للحرم الغالي طالعين طوالي النور جلالي وبلالي في البيت قبالي باللب بالصوت العالي مولى الموالي ارتاح فؤادي ورقبالي في ديار نبينا في الكعبة طبنا وصلينا والنور علينا وعلى جبل عرفة جينا لله دعينا وبين الصفا والمروة رحنا وسعينا ورجمنا إبليس في إيدينا في ديار نبينا. رب اكرم ضيوف النبي قلوب كده ترفرف يعني الكلام والأناشيد والابتهالات تخلينا كده يعني مشتاقين إن احنا نروح ونزور. لو هي رحلة من حرام. أجمل رحلات الدنيا رحلة الحج رحلة العمر. آه طب هو إيه بقى سر وجمال الابتهال المصري اللي مرتبط بأغاني وأناشيد الحج؟ الغنوة اللي أنا قلتها دي أنا فاكر من زمن لقيت واحدة سيدة كده في المطار يعني فوق 70 سنة يعني كنت بوصل والدتي ولقيتها بقى أنت عارف اللي ما كانش فيه زمان بقى فيه لا ريفيرب ولا إيكو ولا ديلي ولا الهندسة الصوتية دي فكان بيعملوا بإيدهم كده يعني يا ربي لأجل النبي بص بتستخدم الله فأنا صورت الشغل ده خدته من الحاجات دي تعتبر حاجات إيه بعتبرها تراث في الكلور قديم يعني طب. زي غنوة مثلا كل الفنانات في الغنوة بتاعت رايحة فين يا حاجة لازم تتغنى لكل واحدة مسافرة رايحة فين يا حاجة يا مشال قطيفة رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة الجو ده يعني ومهم جدا يعني إيه اللي عارف الفرحة نفسها مجرد ما بيجيله الخبر إن هو مسافر للحج يعني انا مش قادر اقول لك يعني انا كان صعب بالنسبه لي جدا صعب ان انا اوصف الحاله يعني انا طول عمري ما كنت بغني مثلا قلبي عشق كل جميل طول عمري اغنيها عمري ما حسيتها فعلا الا وانا كنت رايح مثلا في طريق للحرم الصبح واشوف الجبال منوره ما انا على طول بقول مكه وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور بجمالها بقى بس عمري ما حسيتها الا فعلا وانا ماشي ايه ده الجبال هناك سودة لونها سويد وفجأة هي لونها مطلعة نور يعني مش مفيش مثلا عليها سبوتات أو إضاءة لا هي كده منورة سبحان الله يعني فهي بتبقى رحلة الروحانيات فيها بتبتدي من أول ما ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك المشوار يعني إحنا شعب بنحب الفرحة ولما بنحب نفرح بنعبر بأغانينا ونعبر بابتهالاتنا وبنعبر بطريقتنا عن المناسبات في حاجات بتبقى مشهورة متعودين نسمعها وقت الحج للحجاج وهم رايحين والحجاج وهم راجعين اكتر حاجه بتطلب منك يا عم عبد الرحمن قبل المروح ووقت الرجوع تقول لنا امتى وتقول لنا امتى يعني في مثلا يعني في انا في غنوه لسه يعني دي كلمات الشاعر يوسف طه بيتكلم عن شهر ذو الحجه وبركه شهر ذو الحجه يعني دي حاجه جديده دي حاجه جديده برضو بيتكلم فيها عن الـ عن بركه شهر ذو الحجه وعن الـ وعن الـ المناسك يعني نبتدي بدي ممكن يلا نبتدي ذو الحجة ذو الحجة شهر الهنا والحج والإحرام آخر شهور السنة ومن الأشهر الحرام شهر الفرح والسعادة شهر الفرح والسعادة وحج بيت الله شهر السماح والعبادة وتضحية لله يا بختي من التزم يا بختي من التزم وحجه كان مبرور وعاد من الملك
يتنزم وذنبه كان مغفور ونال رضا ربنا وزار بيته المعمور. يا رب ذو الحجة اللي جاي يا رب ذو الحجة اللي جاي نحج للبيت الحرام والتوب علينا يا حي من الذنوب والحرام. بحق بركة ذو الحجة اوهب لنا يا كريم حجة بحق بركة ذو الحجة اوهب لنا يا كريم حجة واغفر لنا احنا يا كريم على الذنوب ملناش حجة. وعدنا يا رب وعدنا بحج بيتك وسعدنا في شهر ذو الحجة المبروك نور طريقنا وخد ايدنا. يا رب تكرم زوارك كل اللي حج وجه زارك يا رب تكرم زوارك كل اللي حج وجه زارك من العفو والحج المبرور والتوبة لك واستغفارك. الحمد لك والنعمة لك الحمد لك والنعمة لك والملك لا شريك لك جايين على بابك يا كريم من القلوب لبينا لك من رابغ احنا أحرمنا من رابغ احنا أحرمنا علشان نطوب بحرمنا. يا رب من فرحة لقياك يوم القيامة ما تحرمنا خدنا المطوف طبينا وبكينا على قبر نبينا اقبل دعانا يا الله يوم الحساب والطوف بينا. سعينا بالصفا والمروة وبئر زمزم لنا مروة ومنايا حوض رسول الله بالآخرة لنا يبقى مروى. يا رب بحق بركة ذو الحجة. الجمال ده ايه الجمال ده؟ انا مش عايز اسأل برضو منا اكيد احنا عايزين نسمع نفضل نسمع كده لاخر الحلقة. شغل رائع جدا وجميل جدا بس عايز اسألك على حاجة يا عبد الرحمن. مدرسة الإنشاد المصري كده ليها خصوصية يعني لو اتكلمنا رحنا شرق العالم العربي في المغرب العربي لا مصر ليها طعم وليها نكهة مختلفة جدا وفي كده زي ما بيقولوا عمد في الإنشاد الديني والإنشاد الصوفي في مصري بشكل كبير منهم الشيخ محمد عمران مثلا وكان ليك علاقة مهمة جدا بالقطب ده نقدر نقول قطب من أقطاب الإنشاد والابتهال الديني في مصر. كلمنا عنه. عم الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه ده يعني ايه ما لا ليه وصف ولا ليه ذق خالص يعني هو كان ايه في حته مساحه لوحده كده. امبارح كان عندي ضيف موسيقي شاطر جدا يعني فجيت سيرت عم الشيخ محمد عمران فانا ليا تسجيلات كتير قوي كانت بتتنطور كده وناس تشوفوها كده كانت اعداد خاصه يعني فانا كان اقرب اتنين ليا كان فضيله الشيخ محمد عمران وعم الشيخ ممدوح عبد الجليل دي كانت اول فرقه انشاد ديني في دار الاوبرا المصريه. وبعدين عم الشيخ محمد عمران قال غنى يعني قال انشد يمن هواه اعزه واذلني كيف اسيبه خلص يعني الدور على الشيخ ممدوح يعني فابتدى يقول اغنيه حلم بتاع ام كلثوم فالكلام راح منه فانا معايا الكاميرا بتاع زمان بتاعت الفيديو الصغيره دي كان الشريط 45 دقيقه فيا دوبك انا حطيت الشريط وبكمل الشيخ ممدوح فلما راح منه الكلام فالشيخ محمد عمران قال له قول بقى يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله بقى يقول لي 40 دقيقه الجمله ديت ده جمله لحنيه هنا وجمله لحنيه هنا ومفيش واحده شبه الثانيه اشكال مختلفه. الشيخ محمد عمران ما كانش بيبقى حاسب اللي هيتقال ايه يعني مش حاسب لها هي كانت بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني يحول التحويله فين او العربه دي فين او كده دي نفحات بتبقى نفحات ربانيه يعني بتبقى جايه له. اتعلمت منه حاجات كتير قوي. انا صوتي يعتبر فيه اصوات يقول لك ده صوت جبلي ده صوت نحاسي ده صوت كده. فانا ايه طبقات صوتي عامله زي طبقات اصوات الحريمي يعني. ففي مره من المناسبات كنا موجودين وانا عمال اقضيها بقى جوابات وحاجات كده زي ما كنت بعمل من شويه كده ما قلتش حاجه فيها قرارات يعني.
فاول ما نزلنا عشان يعلمني بقى يعني شوف الناس اللي رحمه الله عليها قال لي ما تطلع بقى على الربع مسك ايدي كده الاول كده قال لي اطلع على الربع كده عبد الرحمن قلت له اطلع الربع ازاي مولانا قال لي ما تجرب كده قلت له مش هينفع قال لي طيب فبتشوف التالت كده قلت له ولا التالت صعب يعني ده ممكن التالت والعربية قال لي يعني ممكن في التاني ماشي انا عربية كده قال لي يعني ولا الاولاني كمان انت لازم العربية تبقى فيها في المور بنفس البص في المور لما المية تروح في مجاريها والزيت تمشي في مجاريه بعد كده تجيب لي بقى الاولاني والتالت والرابع والعاشر مش احنا قاعدين فوق عند الراجل يا ابن دين النبي قاعد كده وانت مقضيها جوبات مش في حاجه اسمها ابتديت اتعلم منه يعني حته اللي عارف القرار ده ودي فعلا دي حقيقه يعني يعني مثلا ايه انا سامعك حاجه شوف من القرار اللي جوه عامل ازاي في خلال دقيقتين سيدي يا رسول الله هو المعلم والدنيا تلامذته هو المعلم هو المعلم والدنيا تلامذته منارة العلم في كل الميادين دعا إلى الله دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رق وفي لين دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رق وفي لين وكان أرحم من أم على ولد وكان أرأف حال بالمساكين لم يرفع السيف جبارا ولا ملكا لكن ليدافع عن عرض وعن ديني اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل الصلاة والسلام. اللعب بطبقات الصوت أعتقد من يومها بقيت تستخدم اللعب بقى بطبقات ما كنتش بقرب من القرارات دي خالص يعني في أكثر من قرار وجواب إحنا سمعناهم دلوقتي يعني فهو تنقل ما بين يعني القرار والجواب وبعدين أي توشيح مثلا ايه للشيخ طه الفاشني او الشيخ ابراهيم الفران او الشيخ محمد عمران او الشيخ نصر الدين اي حاجه اتقالت الوطن العربي كله حتى في جنوب شرق اسيا في نسيا كلهم بيقولوا جل من انشاك ميلاد طه ايها المختار تلاقي يبتدي من المقام وبرضه في القرار يعمل جوه كل اللي عايز يعمله ويرجع زي ما كان تاني يعني عارف مش مثلا مجرد انها دي بقى بس دي بقى بتعتبر حاجات ايه يعني الحان ما فيش ممكن بس يرتجل في الجمله اللحنيه اللي هو يقولها مثلا المنشد والبطانه بتاعته هنا مساحه مولانا الابداع ازاي بقى يعني هنا طبعا الناس الكبار دول صعبوا المهمه جدا على حضراتكم يعني هم عملوا كل حاجه فنون الاداء الصوتي وفنون التنقل ما بين الالوان والجواب والقرار واسماء كبيره احنا دلوقتي ازاي ممكن نجدد او ممكن التراث ده نقدمه بشكل مختلف هو دلوقتي يعني مظهرت حديثا بعد كل ده بعد ما كان الاول الابتهال في المسجد طبعا انت عارف الابتهال الى الله ده ما يبقى في المسجد او في الامسيه الدينيه مثلا في امسيه دينيه او بقى ايه الغنى ابتدى يبقى خارج المسجد دلوقتي عن طريق بقى ايه الفرق الموسيقيه والالحان اللي هي الاغاني اللي ابتدى بيها بقى من زمان بقى من اول ما ابتدى شيخ سيد النقشبندي بقى وعم شيخ محمد الكحلاوي بقى والاغاني لاجل النبي وحب الرسول يابا والاغاني الدينيه دي كلها يعني فبقت الحان بتتغنى زي الوقت في حاجات اللي مثلا ايه حتى بالنسبه للشباب بقت منتشره مثلا يسمعوا مثلا مسكوا فعل قمر سيدنا النبي قمر الاغاني دي بقت شكل يعني اغنيه كامله وتمام تطلب يعني مثلا ممكن مثلا
ابقى في مناسبه تطلب مني القمرون دي 5-6 مرات يعني يحبوا يسمعوها يعني لحن خفيف وقريب من الناس يعني. مع اختلاف بقى كمان الالات الحديثه بالنسبه اللي دخلت على يعني كان زمان كانت الدفوف بس يعني كان الغنى بالدفوف يعني هو ابتدت بالمنشد وبطاناته اللي هم القرال اللي بيرد عليه يعني. هنا هو هنا بيبدع بقى في الحر بتاعه يعني لو مثلا في توشيح ايها المختار مثلا بيقول ايه نادت بك الرسل الكرام وقول الكرام بس لوحديه. نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. انا فكرتك هتطول فيها يا عم عبد الرحمن ودي اللي هنختم بيها. احنا معقوله؟ فكرتك هتختم بيها. طب هنختم بايه دلوقتي؟ مع نقول مع الحجاب والقمر بقى. نسمع قمره؟ قمره؟ اوكي. واجمل منك لم تر قط عين واحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه والبذور الله الله. ولا ظل له بل كان نورا الله الله. تنال الشمس منه والبذور الله الله. ولم يكن الورى لولا زهورا ولم يكن الورى لولا زهورا. أنار الكون كل بنور طاغا يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي. لو رحت الحرم وبلغت المرام وشهدت الحمام حول المقام ادخل بنظام وبلغ سلامي على النبي يا نور النبي يا نور النبي. لو رحت هناك وبلغت منك ووضعت يداك على الشباك بلغ سلامي 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 بلغ سلامي على محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ المبتهل الفنان عم عبد الرحمن بلالة، احنا بنسعد بوجودك معانا. شكرا لوجودك معانا النهاردة. كل سنة طيبين وحضرتك طيب، نورتنا وامتعتنا. ربنا يزيدك كده ويفتح عليك دايما يا رب. ربنا يخليك. لسه مع حضراتكم نروح لفاصل سريع والفقرة الأخيرة من صباح الخير يا مصر.
النهارده هينطلق الموسم السادس من مواسم نجوم المسرح الجماعي، واللي بيعتبر فرصه طبعا مهمه جدا للمواهب، مكان بيطل منه نجوم وعروض مسارح الجامعات بالذات لجمهور القاهره والنقاد وكمان المتخصصين. المسرح الجماعي منك ليه دور مهم جدا في الحياه الفنيه المصريه، كبار الفنانين طلعوا من مسرح الجامعه. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر عن المهرجان مع دكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية. صباح الخير يا دكتور وليد. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا بك. الدورة السادسة لنجوم المسرح الجامعي تحت شعار عودة الروح، عايزين نتكلم عن الدورة دي. الحقيقة الدورة السادسة للمهرجان اللي يعتبر أحد المهرجانات اللي بقت موجودة على خريطة المسرح المصري منذ سنوات، واللي كل سنة عن سنة بيأكد أهميته، والحقيقة التوفيق الشديد اللي كان عند اللي قرروا يعملوا مثل هذا المهرجان. زي ما حضرتك قلت كده، المسرح الجامعي أهم أو واحد من أهم روافد المسرح المصري منذ زمن بعيد، وأفرز كتير جدا من نجوم الحركة الفنية المصرية على المدار. الفكره كانت البدايه الاهتمام بالمسرح الجامعي وتقديم هؤلاء الفنانين الشبان ودعمهم قدر الاستطاعه من خلال صندوق التنميه الثقافيه. صاحب الفكره ورئيس المهرجان هو المخرج الكبير خالد جلال طبعا. السنه دي الحقيقه بتتميز الدوره بالمستوى الكبير اللي تم تقديمه من خلال لجان المشاهده اللي شافت ما يقرب من 50 عمل مسرحي من مختلف جامعات مصر. وللمرة الأولى وبناء على توصية اللجنة مع الوزيرة وافقت على زيادة عدد المتسابقين من 10 عروض مسرحية إلى 12 عرض مسرحي. بتمثل كم جامعة يا دكتور؟ الجامعات طبعا من 50 عرض تقريبا كانوا بيمثلوا كل جامعات مصر، ولكن لجنة الفرز اختارت ال 12 عمل مسرحي تقريبا من 7 أو 8 جامعات، لأن في جامعات ليها أكثر من عرض. جامعة عين شمس ليها 3 عروض، جامعة حلوان لها عرضين، في جامعات خاصة طبعا ممثلة برضه لأن هم دخلوا في هذا المجال ومهتمين جدا بالأنشطة. فالحقيقة لا، في مجموعة متنوعة من العروض من عدة جامعات مختلفة. الجميل كمان إن العروض هتتم على 3 مسارح في القاهرة، مسرح مركز الهناجر ومسرح مركز الإبداع الفني، الاثنين دول في ساحة الأوبرا، ومسرح الغد تابع ده لقطاع الإنتاج الثقافي. اتفضلي. ليه يا دكتور؟ طيب اتفضل اتفضل. لا اتفضلي اتفضل معايا. طيب دكتور، لما نيجي نتكلم عن هذا العدد من الجامعات اللي مشارك بالعدد الكبير برضو من العروض ده، نقدر احنا كجمهور مش موجودين في جامعات نتابع العروض دي ولا ما نقدرش؟ العروض مجانيه ومفتوحه للجمهور من كافه الفئات وكافه الاعمار. العروض في جدول طبعا بيعلن، هو معلن على مواقع صندوق التنمية الثقافية والموقع بتاع المهرجان نفسه. العروض كمان فيها ميزة ان هي بتؤهل العمل الفائز بالجائزة الأولى في أو بالمركز الأول في هذا المهرجان للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري. ودي بتبقى فرصة كبيرة جدا للفنانين من شباب الجامعات ان هم يحتكوا بكل المستويات في المسرح المصري على الساحه. كل التوفيق لمهرجان نجوم المسرح الجامعي في دورته السادسه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنميه الثقافيه. مشاهدينا، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كنا موجودين معاكم على مدار 3 ساعات. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.